أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة فوق الخط الأحمر. قمة ثلاثية عقدت في المملكة الأردنية الهاشمية بدعوة من جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأيضا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. البعض خصوصا أن هذه القمة جاءت في ظروف ربما صحية لا تتلائم مع الظروف التي تعيشها سواء العراق أو المملكة الأردنية أو حتى مصر أو حتى المحيط العربي، وأيضا ربما في ظروف مناخية سياسية ربما هي أيضا غير ملائمة، لكن هذه القمة ربما ستنتج لنا شرق أوسط جديد، محور جديد ربما هكذا يقول بعض، أو مشروع الشام الجديد. ما هو مشروع الشام الجديد؟ هل هو مشروع اقتصادي، مشروع سياسي، مشروع وحدة، مشروع عروبي؟ ربما ملفات كثيرة سأناقشها. البعض أيضا يقول ربما تدخل المملكة العربية السعودية على هذا الخط، خصوصا اليوم مع وصول وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود إلى بغداد يحمل رسالة إلى السيد مصطفى الكاظمي. ملفات كثيرة سأناقشها مع ضيوفي الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور خالد شنيكات. دكتور مرحبا بك، حياك الله في سامراء، وأيضا الأستاذ عبد الأمير طارق الباحث في الشأن السياسي. أستاذ عبد الأمير مرحبا بك وحياك الله. مرحبتين وألف هلا. حياك الله، وأيضا ضيفي الذي سينضم معي ربما من بعد قليل من جمهورية مصر الدكتور عبد الكريم الوزان. دكتور خالد أبدي وياك، مرحبا بك. وما الذي تعنيه هذه القمة التي عقدت في ظل هذه الظروف؟ لا الظروف الصحية تسمع، وشفت يمكن الكارثة، وصل وزير الاتصالات والوفد وطلع بهم كورونا، وكان من المؤمل أن تؤجل القمة أساسا، لكن عقدت في المطار على وجه السرعة أيضا، وحتى برنامج السيد الكاظمي ألغي كاملا. شنو المعنى من عقد هذه القمة؟ شنو مشروع الشام الجديد؟ والظروف السياسية المناخية السياسية أيضا غير ملائمة. تفضل. في البداية تحياتي لك وتحياتي للمشاهدين الكرام. الحقيقة القمة أو ما عرفت بالقمة الثلاثية للدول العربية الثلاث كان سبقها قبل ذلك قمتين في 2019، واحدة في مستهل 2019 والثانية لاحقا عقدت بعد فترة ليست ببعيدة عنها. الهدف هو الآن يختلف عن محاور سابقة كانت تتمحور معظم التحالفات في المنطقة العربية على أساس سياسي، السياسي أو أمني، وربما السياسي هو الأكثر، وفي كثير من الحالات تحولت إلى طائفية بعض المحاور وممانعة ومصطلحات كثيرة، دول تقدمية ودول رجعية، كلها تحالفات بنيت على أساس سياسي. بالتحالف بالطائفي، الطائفي يعني ممكن تكون على أساس طائفة معينة جمعت هذه التحالفات، أو على أساس تحالفات بين نظم سياسية أكثر منها بين شعوب أو غير ذلك. نحن شهدنا على الأقل منذ 1945 لليوم كثير من التحالفات في المناطق، في المنطقة العربية جميعها أستطيع أن أقول تشكلت، أما على أساس سياسي أو طائفي أو هوياتي بالدرجة الأولى، بما فيها تحالف الجامعة العربية نفسه الذي بني على أساس هوية قومية. تمام. الآن هذا التحالف الجديد هو مختلف عن التحالفات السابقة، أساسه اقتصادي. تمام. وهو شبيه إذا أردنا أن نقول بتحالف الحديد والصلب الذي جمع فرنسا وألمانيا مع بداية تشكيل الاتحاد الأوروبي، وكانت قوة الدفع فيه في تلك الفترة هو الولايات المتحدة لمحاولة إيجاد أوروبا موحدة، رغم أن الفكرة كانت حول على أساس اقتصادي، لكن بالدرجة الأولى هي مواجهة المد الشيوعي في تلك الفترة في أوج توسع هذا المد الشيوعي، فكان أفضل طريقة هو تشكيل تحالف على أساس اقتصادي يتطور لاحقا إلى سياسي وأمني وغير ذلك. يعني ربما يتطور. نعم. لاحقا إلى سياسي. نعم. وأمني. هذا أنا ضربت المثل. أيه. لأشير للقمة الثلاثية بين الدول الثلاث. هذه الدول تضم 150 مليون نسمة. طيب. وهي تقريبا أكثر من نصف العالم العربي فعليا هذه الدول. شو 150 مليون؟ مليون نسمة عدد سكان الدول الثلاث، العراق ومصر. نعم. 150 مليون نسمة. الأردن كم؟ 11 مليون. 11. مصر فوق 95 مليون. والعراق أظن قريب 40 مليون. أربعين. فنحن نتحدث عن 150 مليون نسمة إن لم يكن حتى أكثر من ذلك. تمام.
هذا العدد الضخم هو سوق كبيرة للدول الثلاث. الأساس اللي كان سابقا يجمع هذه الدول هو تحالفات سياسية، صحيح في تجربة لكن أنا الآن بدي أشير لها، هي مجلس التعاون العربي الذي تأسس بال89 وضم مصر والأردن والعراق واليمن، لكن هذا المشروع لم يكمل السنة تقريبا، فقد كان بدخول القوات العراقية للكويت عام في أغسطس 1990 أنهى هذا المشروع إلى اليوم وإلى الأبد. كان أساسه اقتصادي لكنه أيضا جمع اعتبارات سياسية وأمنية في تلك الفترة، وفعليا لم يكن هذا الانسجام بين الدول الثلاثة، كان في تفاوتات متعددة، ولكن في النهاية قلنا أن هذا المشروع انتهى بالموت النهائي بدخول القوات العراقية للكويت. أعلنت مصر نفض إيدها منه والعراق دخل في حصار وغير ذلك، وبالتالي انتهى المشروع. طيب هذا يعني هناك يعني هسه دخول العراق إلى الكويت هو كان السبب، السبب المباشر لإنهاء هذا المشروع. نعم تمام. نعم الآن هذا المشروع الحالي في الآن في اختلاف، في تهديدات إقليمية قوية باتجاه العالم العربي، يعني التهديدات التي تواجه العالم العربي الداخلية والخارجية قوية وتهدد باضمحلال الدول العربية وربما زوالها، ولهذا لا نستغرب اليوم تصريح وزير الخارجية الفرنسي بأنه لبنان في طريقه للزوال كدولة، وارد ذلك بسبب التحديات الجمة الداخلية الاقتصادية والأمنية وحتى الطائفية وطبيعة السياسات التي ينتجها النظام الطائفي في لبنان. الآن هذا يطرح بأنه لا يمكن مواجهة التدخلات الإقليمية أيا كان هذا التدخل إلا بتقوية الدول العربية نفسها. طيب. ربما لكن دكتور السؤال، هذا ممكن أن يعيد ترتيب سوريا ولبنان هذا التحالف؟ خليني أوقف، خليني أقول لك شو اللي راح يصير. المشروع إذا كتب له النجاح، لأنه هو لازال فكرة، نعم، وبيحتاج إلى سياسات فعلية، يعني لا يكون حبرا على ورق، لأنه كان شهدنا مشاريع واحدة لوادي النيل، وشهدنا مشروع المملكة الجمهورية العربية المتحدة بال58 والاتحاد العربي الهاشمي أيضا بين الأردن، جميعها كانت على أسس سياسية وتنهار، ربما بعضها لم يكمل أشهر وبعضها استمر سنة. كيف ممكن ينجح هذا؟ هذه القضية. هلا أي دولة، أي أمة، مو بس أي دولة في العالم، ما تتعلم من أخطائها في الماضي والحاضر محكوم عليها بأنها تعيدها في المستقبل مرة أخرى. بمعنى آخر إن الذي يحدث الآن هو إن هذه المشروع لن يكون بالدرجة الأولى أساسه سياسي أو أمني أو تحالف على أساس هويات، هو تحالف اقتصادي. ما يجمع بين الشعوب هو المصالح أكثر من احترامي للقوميين الذين يتحدثوا عن الهوية، عن التاريخ، عن العادات، عن التقاليد، عن القيم. المطلوب هو تحالفات على أساس اقتصادي. يعني الذي أنجح المشروع الاتحاد الأوروبي، لا زال الاتحاد الأوروبي في تطور ونمو، الذين أنجحوا رغم أنه عشرات اللغات في أوروبا، عشرات القوميات، تاريخ مشترك، عداء، بس الحرب العالمية الثانية أفرزت أكثر من 72 مليون قتيل وجريح لوحدة، الحرب بس الحرب العالمية الثانية، ولا نتحدث بالحرب العالمية الأولى وغير ذلك. الآن الأساس هو اقتصادي مصلحي، يعني العراق يمتلك ثروات ومنها النفط بدرجة الأولى، هذا النفط بحاجة إلى سوق تستهلكه. تمام. هذا المشروع الذي سيمد من البصرة، أنبوب النفط العراقي يمد من البصرة مرورا بالأردن إلى العقبة ثم يتجه إلى مصر، هو ربط اقتصادي. بمعنى آخر كل الدول كل الثلاث دول كلا من العراق ومصر والأردن ستضطر أن تعتمد على نفسها اقتصاديا، يعني لن يكون بمجيء حكومة عراقية أو حكومة أردنية أو حكومة مصرية مختلفة في السياسات أن تنفض إيدها من هذا المشروع. لماذا؟ لأنه صار أصبح يربط بمصالح الشعوب. بمعنى آخر الدول التي تستفيد شعوبها من هكذا اتحاد لن تغامر بإلغاء هذا المشروع، على عكس المشاريع العربية السابقة التي بنيت على أساس سياسي، مجرد ما يحدث انقلاب عسكري تنتهي هذه المشاريع وكأن شيئا لم يكن، ويبدأ الحروب والسعار في هذا الموج الصراع. الآن المشروع الذي يحدث الآن هو مشروع اقتصادي بالدرجة الأولى، ربط
كهربائي ربط بالنفط الغاز من يمر يدخل البصرة أو يمر بغداد لسامراء أو يدخل إلى الأردن إلى وصولا للعقبة ثم يتجه. أعتقد من البصرة مرورا بحديثة يعني الخط إنه كمان يدخل من العراق وراح يمر بالعراق نفسه من إلى البصرة حديثة إلى العقبة إلى الحدود الأردنية الرويشد ثم يتجه للعقبة. نعم طيب هلأ هذا المشروع هو مشروع مرة ثانية اقتصادي، سيولد فرص عمل، سيولد مصالح مشتركة لكل الأطراف بالحفاظ عليه. طيب نعم. جميل، خلينا ننتقل إلى ضيوفي أستاذ عبد الأمير طارق، مرحبا بك حياك الله أستاذ عبد الأمير. شنو البعض يقول، هذا سؤال يطرح في الشارع العراقي، يقول لك إحنا شنو راح نستفاد من الأردن والأردن دولة فقيرة والعراق بلد غني، ما راح يعني شو راح نستفاد من هذه الاقتصاديه؟ شنو راح نستفاد فعليا؟ تفضل. انا اشكرك واشكر الاخ الدكتور على التوضيحات اللي وضحها. حقيقه ابو فيصل قبل ان اجيبك على رسائل سؤالك الاجتماع اللي حصل الى اهميه كبيره لان ياتي في وضع تداعيات في الامه العربيه وانحدار رهيب. هذا الاجتماع عبر رسالة للكيان الصهيوني أنه لا تزال القضية الفلسطينية قضية مركزية لدى العرب، يعني لا يمكن التخلي عنها، ويبقى الأردن الهاشمي حامل المقدسات ولن يتنازل عن هذا الموقف. وأيضا رسالة واضحة لموقف الأردن والعراق ومصر من صفقة القرن. هذه مهمة جدا، يعني أن يفهمها الكيان الصهيوني والرسالة تصل في هذا الظرف بعد ما حصل يعني نوع من التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني. الاجتماع بحد ذاته راح إلى جوانب مهمة مثل ما تفضل الدكتور، الجانب الاقتصادي. يجب أن يفهم العراق أنه الأردن هو الشريان النابض للعراق في تجارته الرئيسية. إذا خلال فترة 17 عام تحول مسارها إلى البصرة، ولكن الأردن لها موقف مشرف في الحصار اللي فرض من أمريكا على العراق من عام 90 إلى احتلال العراق، كان المنفذ الرئيسي الوحيد لكل صادرات العراق هو الأردن. إحنا لا نفكر أنه الأردن ما عنده بلد، يعني هو بلد عربي، إذا وزعنا خيراتنا بين العرب بشكل صحيح لا يضرنا شيء. الأردن ما راح يأخذ خيرات العراق أو يسرقها، هو راح يمر عن طريق انبوب للنفط بجانب مردود اقتصادي ومالي للعراق. كورونا انطتنا كثير من الامور. اليوم بدينا نهتم بالامن الغذائي. اليوم التحالف هذا ركز على موضوع الامن الغذائي، ركز على موضوع الامن، ويجب ان يفهم العراقيين جانب اساسي انه احنا صار لنا 17 سنه نعيش ارهاب، نعيش داعش، نعيش بلد ما مستقر. البلد الوحيد اللي ما صدر لنا الارهاب هو الاردن، والحقيقه البلد اللي يحاول ان يحمي العراق من جانب الارهاب ويساهم في عمليه القضاء على داعش والارهاب بشكل نوايا صادقه حقيقيه هو الاردن. اما الدول الاخرى الكل صدرت لنا الارهاب بكل اشكاله، فلا يروحوا لي انه احنا هذه جانب الاستفاده من الاردن. الاردن يعني ميناء العقبه مهم لكل احتياجات العراق، لكل احتياجات العراق. هذا الجانب الاقتصادي اللي احنا ممكن ان يستفاد العراق. لا يظلون يفكرون العراقيين انه والله احنا ننطي نفط للاردن، هذا بلد عربي، خيرات العرب اذا توزعت بمثل هكذا تحالف كل التحيه لهم. أنا أباوع للموقف اللي وقف رغم الظروف الاقتصادية، والدكتور يعرف ظروف بلدهم، الموقف اللي وقف الأردن الهاشمي اللي فعلا ثبت بجدارة أنه سليل الدوحة المحمدية الطاهرة وسليل هذه الأجداد الكرام آل البيت الكرام في كل شيء. موقفه من المقدسات رغم المضايقة اللي حصلت عليه من السعودية للأسف، وحصلت من أمريكا ومن دول الخليج وإيقاف المساعدات، ولكن بقى على موقفه ثابت. يكفي فخر كل الدول العربية أنه الآن العالم يتفاخر بالإجراءات اللي اتخذها الأردن في معالجة هذا الوباء.
اليوم البلد الأول بالعالم اللي يفترض أن يفتخر العرب جميعا، يتفاخر به الأمريكان ويتفاخر به تتفاخر به دول أوروبا، عندما تقول لكل منتسبيها تعلموا إجراءات حماية شعبكم من كورونا أو أي وباء من البلد اللي هو الأردن. جانب العراقي اللي يظل يفكر لي انه والله انا اذا انطي شيء للاردن يشطيني بالجانب الاقتصادي، الاردن ده يوفر لك كل احتياجاتك وانت محتاجها. اليوم الضغط اللي صار على الحكومه لفتره 17 سنه خلى المنفذ بطرابيل ينغلق واثر على العراق كثير، يعني ان البضاعه فقط بالبصره. الجانب المهم في هذا التحالف واللي ادي له التحيه انا واعتبره نجاح كبير لهذا الاجتماع اللي حصل بقياده الملك عبد الله الثاني الله يحفظه ويرعاه ويرعى الاردن شعبا وحكومه، هو عوده العراق الى حاضنته العربيه اللي صار له 17 سنه سلخوه الامريكان باحتلالهم واخذتها ايران، وايران اليوم تعتبرنا مو دولة وإنما تعتبرنا حتى مرات بتطينا محافظة، يعني محافظة واي تستكثرها علينا أن تعتبرنا قضاء صغير تابع لها وتحت إرادتها. إيه هذا مو هي بسبب إيران أو بسبب الساسة؟ لا لا الساسة طبعا متمر. إيران أنا من جانب آخر أي واحد اليوم يشوفك ضعيف راح يأكلك أكيد أبو يعني. فيصل فضل. إيران تشتغل لمصلحة بلدها، إيران اليوم عندها صراع مع أمريكا تريد تنقله كله بالعراق. طيب. ما تريد أن تتأثر. هسه إحنا ليش دخلنا بالمحور الإيراني؟ إحنا هسه إحنا بالبداية قلت أنا سياسة المحور الواحد دمرت الكثير من البلدان. نعم نعم. لا تدخلني بالمحور الإيراني. خليني اليوم أنا أتحدث عن الحضن العربي. لا مو المحور الإيراني مهم أبو فيصل. المحور أنا اليوم أتحدث عن المحور العربي. يعني إذا هذا التحالف ما نجح في سحب العراق إلى حاضنته العربية لا قيمة. طيب أريد أسألك سؤال سألتك يا بالبداية، شنو راح يستفاد العراق؟ العراق؟ هذا سؤال الشعب العراقي طبعا. نعم نعم العراق جاوبني مختصر عم أرجع الاستفادة بالبداية. إنه كل احتياجاته تأتي عن طريق الأردن بشكل سليم. احنا عندنا دا تيجي احتياجاتنا عن طريق تركيا ودا تيجي عن طريق لا شوف عن طريق الكويت ومنفذ جديدة عرعر راح يفتحونها عن طريق السعودية. واقع الحال المنفذ الرئيسي للعراق والشريان الرئيسي للعراق هي العقبة. طيب سأعود لك دكتور عبد الكريم جاهز شباب؟ تمام اذا حصلتوا بلغونا. فعلا احنا الشريان الرئيسي، العقبة هي الشريان الرئيسي للعراق، هذا يعني رأيك؟ على الأقل تاريخيا العراق أقدر أقول لك من الثمانين الشريان الرئيسي للعراق هو الأردن. بان الحرب العراقية الإيرانية كان المدخل هو الأردن، وبان حتى التسعين حينما دخلت القوات العراقية للكويت كان موقف الأردن السياسي مع العراق، يعني هذا تاريخيا ومثبت. وحتى 91 الأردن الوحيد اللي أخذ استثناء بأن لا يشمل العقوبات على العراق، واستطاعت مرور كل العراقيين عبر المنافذ الأردنية والمساعدات أو أي شيء من هذا القبيل، برنامج النفط مقابل الغذاء كانت كلها تمر عن طريق الأردن، وبقي الأردن المنفذ الوحيد فعليا للعراق لأنه كان كل المنافذ فعليا مسدودة أمام العراق. هلأ بجي للوقت الحالي، أنا أعتقد أنه الآن إذا العراق بده يحافظ على هويته العربية، وهذا جزء العراق تاريخ ضارب بالزمن أقوى من كثير من الدول وأعرق من كثير من الدول الموجودة حاليا. نحن نتحدث عن إرث عراقي كبير ضارب بالزمن ضارب بالتاريخ، هذا الإرث العراقي يحتاج لمحافظة خاصة في أن تحافظ عليه، خاصة أن البلد مرت في حالة ضعف شديد، وجزء من هذا الضعف هو يتعلق بطبيعة النظام السياسي اللي تشكل وتركيبة السلطة بعد 2003، وجزء منه ممارسات سياسيين، وجزء منه تدخلات من قوى إقليمية ودولية أيضا ليست فقط، وحاولت إضعاف العراق.
الآن ربما الهامش الآن أو المجال مفتوح ربما للعراق لاستعادة قدرته وقوته كدولة مستقلة، كدولة تمارس أيضا سياسات خارجية مستقلة، لأنه العراق كدولة مستقلة حافظت على التوازن الإقليمي، منعت تغول كثير من الدول بما فيها إيران حتى تركيا، لم يكن كان أمامهم مجال للتدخل في داخل العراق، طيب كان ذلك صعبا. الآن سأعود لإجابة. هذا يعني إذا أرادت العراق تقوية نفسها مرة أخرى فإنها لابد أن ترجع للحاضنة العربية. هلا الحاضنة العربية ليست بمفهوم فقط سياسي أو هوياتي، الحاضنة العربية الآن حاضنة اقتصادية، العراق سيستفيد بتصدير النفط وتصدير النفط سيأخذ الأردن احتياجاته. يعني ليس عربية بالمعنى القومي والشعارات. الحقيقة يعني إذا أنت العرب أفضل خلينا نقول المفكرين أفضل العلماء أفضل رجال اللغة كانوا كلهم من العراق، يعني العراق هي العروبة. شكرا. يعني شكرا. جوهر العراق هو عروبة. يعني نروح على أبو فراس الحمداني، نروح على أبو النواس، نروح يعني كثير من العلماء العراقيين هو من أثر هذه الأمة، يعني والذي يقول غير ذلك يجافي الحقيقة. وبالتالي هذا الثراء العراقي، التنوع في داخل العراق، ليس مجرد العراق عانى كثير من السياسات ربما الأحادية الجانب، لكن جزء من أن نؤمن أنه الآن بالتعددية وهذا موضوع. الآن في تبادل أيضا سلعي ومنافعي بين الدول، يعني هي التجارة فقط من الجانب الأردني يذهب للسوق العراقي، كمان السوق العراقية راح تصدر للأردن وتصدر لمصر سيكون، وإذا ما دخلت السعودية، السعودية أيضا سوق كبيرة في عندهم موارد. طيب. نحن نتحدث عن مشروع يعني ربما النواة زي طريقة الاتحاد الأوروبي، وأنا حكيت في بداية كلام قلت ألمانيا وفرنسا، لكن التحق فيه حاليا 25 دولة أوروبية، فما المانع أن يلتحق فيه 22 دولة عربية إذا كان نجح هذا المشروع؟ لأنه مضطر أنتقل إلى ضيف مصر. طبعا. لأن عنده مشكلة بالاتصال. دكتور عبد الكريم الوزان حياك الله، مرحبا بك، وإحنا نعتذر منك تأخرنا وكان عندك خلل بالاتصال، مرحبا بك في سامراء. السؤال الأهم، كيف تنظر إلى القمة الثلاثية، وهل سيتمكن العراق من العودة سريعا إلى الحضن العربي بعد انقطاع دام ل 17 سنة؟ تفضل. حياكم الله وشكرا لإتاحة الفرصة لهذه من خلال قناتكم. حياك الله. وحياك لضيوفك الكرام. تفضلوا بي. نعم. هو دقيق وخاصة الجانب الاقتصادي، لكن علي أن نكون أكثر صراحة. نعم. الوضع الإقليمي والدولي ويتعلق بالصراع الإيراني في العراق، وبهذا هذا الموضوع أنا أرى أنه سياسي أكمل من الصراعية، لأن الجانب السياسي إذا ما تحقق فإن بمعنى نعم نعم من الكبار إذا صار تم بطريقة دقيقة بأن هناك عليها منها إطار ومنها إنعاش اقتصادي وجانب. نعم الدكتور اكو تقطيع بالصوت، لكن خلي الشباب يرجعوا لك اتصال يكون افضل، لانه وجهة نظرك يعني ضروري نسمعها. الشباب يرجعون اتصال، كمل يا دكتور خالد وامنونا اتصال ويا دكتور عبد الكريم لان كلامه مهم. ستتغير خارطة القوى الاقتصادية في الشرق الاوسط بعد القمة الثلاثية، خصوصا الكثير يعتقد أن للولايات المتحدة الأمريكية بعد زيارة السيد الكاظم الأخيرة لها يد في هذا الموضوع. أنا أتفق بأنه ضمن الاستراتيجية الأمريكية الولايات المتحدة أدركت خطأها بغزو العراق 2003، لأنها حطمت التوازن التقليدي الموجود في المنطقة العربية.
وكانت تعتقد أن تدمير النظام العراقي سيعيد ترتيبات المنطقة وفقا لهواها. الحقيقة ما حدث هو بركان في العالم العربي ودمر كثير من المسلمات ودمر حتى إذا جاز التعبير ما نسميه حتى أكثر الناس ذكاء وقدرة بالتنبؤ فشل فيما سينتج عنه تدمير العراق. والحقيقة الآن إذا أردنا أن نتحدث عن فكرة عن تدمير العراق نود أن نقول بأن ما حدث هو كارثة بكل الأبعاد، ما حدث في العراق وما زال جزء منه يحدث إلى هذه اللحظة. الآن يبدو الولايات المتحدة استدركت خطأها، كانت سياسة احتواء العراق واحتواء إيران ثم سموه لاحقا احتواء التمايز ثم انتهى بتدمير العراق هو خلف كوارث، ودفع الآن الولايات وتدفع الولايات المتحدة جزء من هذه السياسات الكارثية اللي ارتكبتها في المنطقة. أعتقد إعادة إحياء المشروع العربي كدول عربية مستقلة، لأنه أي دولة عربية لوحدها لا تستطيع لا أن تواجه التحديات الداخلية والخارجية. مشروع الدولة القومية العربية بالنهاية رغم البعد الهوياتي وغير ذلك إلا أنه ضروري لبقاء دول العربية على قيد الحياة إذا ما اتحدت هذه الدول، ولكن مرة ثانية يجب التعلم من الأخطاء السابقة وهو التركيز على البعد المصلحي للشعوب. مصلحة الشعوب في هذا الاتحاد يجب أن يكون من خلال الاقتصاد كما عملت في أوروبا وكما عملت النافتا ومنظمات أخرى في العالم. إذن أعود وأقول بأنه الآن الرؤية الأمريكية فعلا باتجاه إقامة ضلع أساسي هو من الدول العربية لمواجهة القوى الإقليمية سواء كانت حتى إسرائيل أو إيران أو تركيا أو أي جهات أخرى ثانية ربما تدخل. سيصير محور جديد في المنطقة، هذا قاعد أركز عليه بعيدا عن المحور الإيراني والتركي وهو محور عربي جدا، خصوصا بعد التدخل التركي في ليبيا في سوريا، التدخل الإيراني في العراق واليمن ولبنان وسوريا. العالم العربي ساحة مفتوحة، دولة ضعيفة دول هشة، فسهل أتدخل في لبنان، سهل أتدخل في سوريا، سهل أتدخل حتى في الخليج، سهل أتدخل في اليمن. كل العالم مستباح، العالم العربي ليس الدول التي كانت موجودة قبل 2003 وقوية ممكن تحافظ على توازنها انتهت فعليا، ولهذا نحن نلاحظ التدخل. اثنين، وجود القوى يغري باستخدامها، الدول الإقليمية أصبحت أقوى كثير من العالم العربي خلال هالسنوات اللي مضت وبالتالي تستخدم قواتها. أيضا أنت أمام جزء ضعيف وبالتالي يجب يصير جزء من امتدادك للخارج هو أن يكون في المناطق الرخوة. العالم العربي هو المناطق الرخوة. الآن هل يعني العالم العربي حقيقة ما يحدث ويتجه لتشكيل تحالف؟ أنا أقول التحالف إذا كان مبنيا على أساس سياسي أو فقط أمني أو هوياتي أو قومي قد ينتهي بالانهيار، كما سبقت عشرات التجارب. الوحدة العربية نستطيع أن أقول بدءا من مشروع الجامعة العربية عام 1945 إلى اليوم لم يتحقق أي مشروع. أنت متفائل هذا القمة؟ نعم أو لا؟ اقتصاديا إذا ما تم، لأنه الحياة بتعلمك، لأنه كثير مؤتمرات قمة عربية عقدت وأفضل البيانات صيغت لكن بقيت حبرا على ورق. إحنا نتطلع إلى ما يجري على الأرض الواقع. هذا السياسة اللي ممكن الحديث عنها. نستطيع أن نقول إنه ممكن يتطور هذا المشروع ويتجه يخترق أو يتجاوز ما وصلت إليه المشاريع السابقة. جميل. أستاذ عبد الأمير، سألت سؤال الدكتور عبد الكريم لكن خلل عنده بالاتصال، يحاولون الشباب يأمنونه ويا اتصال هاتفي. سؤالي، هل سيتمكن العراق من العودة سريعا إلى الحضن العربي، خصوصا اليوم كان وزير الخارجية السعودي أيضا وصل بغداد، دخول فرنسا على الخط، ماكرون جاي. أستاذ عبد الأمير بعد إذنك إحنا نمون عليك، فخلي أنتقل للدكتور عبد الكريم. تمام؟ عندك مشكلة؟ أبداً. تمام. دكتور عبد الكريم مرحبا بك وحياك الله، وأنا أعتذر عن ردات الاتصال. تفضل تكمل فكرتك، تفضل أو تعيدها من جديد. تفضل دكتور. نعم حياكم الله وشكرا لإتاحتكم الفرصة الكريمة لي. تحياتي للأعزاء الضيوف الكرام. الموضوع اللي تحدثوا به السادة الأفاضل الضيوف موضوع دقيق، وخاصة ما يتعلق بالجانب الاقتصادي
ولكن في حقيقة الأمر علينا أن لا نجافي الحقيقة حينما نقول أن هذا القرار سياسي جدا واستراتيجي جدا، بمعنى لماذا لم يتخذ هذا القرار طالما العراق جزء من الأمة العربية ومشمول بمقومات القومية العربية؟ لماذا لم يكن هذا القرار في العام 2003 و4 و5 و6 و7؟ لماذا هذا القرار تم الآن؟ هذا القرار له توقيتات وله أبعاد، وهذا القرار ليس بعيد عن الصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة وفي العراق تحديدا، وليس بعيد عن إعادة ترتيب الأوراق في تنفيذ خارطة الشرق أوسطية جديدة. وهذا القرار ستنطلق منه قضايا إيجابية اقتصادية واجتماعية وأمنية، وتمثل الأردن موقع استراتيجي سياسي جغرافي مهم، وتمثل مصر بدورها عمق إقليمي ودولة عربية كبرى لها اتصالاتها ولها علاقاتها ولها ثقلها السياسي وتاريخي في المنطقة. وإذا صحت العبارة نقول أن مصر أقل بلد تعرض لقضايا سلم للسيادة ولقضايا تآمر، على الرغم من وجود تآمر خارجي، وبهذا فإن العملية عملية سياسية، ولكن بالنتيجة ستنفع العراق وستحقق الأمن والاستقرار بعد تحقيق الخدمات، والمهم هو تحقيق السيادة العراقية المبنية على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعلى عودة العراق إلى الحاضنة العربية وإلى الوحدة العربية وإلى بلورة العقيدة العروبية العربية. ونجد أن الاتجاه هذا سيتمحور أكثر وسيتم توضيحه أكثر من خلال سيناريوهات وفعاليات دولية في المنطقة. تمام دكتور، السؤال الأهم، شنو راح يستفيد العراق من مصر بصراحة؟ يعني وإحنا أصلا ما عندنا حدود ويا مصر، وفعلا القمة مفيدة، والسيد عبد المهدي أعتقد عقد قمة قبلها، والسيد العبادي هو اللي بدأ بهذا المشروع ب 2014، إيش راح نستفيد إحنا من مصر؟ هذا سؤال الشارع العراقي. هذا أنا ذكرت في البداية أن القرار سياسي وأكثر مما هو اقتصادي، يعني كأنك تقول ماذا نستفيد مثلا من روسيا أو من أمريكا؟ ما مصر أقرب إلى العراق من كل النواحي. الموضوع ليس موضوع قرب وبعد، الموضوع موضوع تحالفات دولية ومصالح وقرارات سياسية ينتج منها قرارات اقتصادية مفيدة للعراق. بمعنى أن مصر حينما تضع كل ثقلها إلى جانب العراق وإلى جانب سيادة العراق وإلى جانب وحدة العراق وإلى حماية العراق من الأذرع الأجنبية ومن كل ما يخل بالأمن، فإن العراق سيكسب الأمن ليس من خلال مصر. حينما نقول مصر يعني نقول من دول كبرى، باعتبار أن مصر الشقيقة الكبرى لها علاقات مع الدول الكبرى، ومصر لها قرار ولها صوت مسموع في المحافل الدولية. فإذا ما اتخذ هذا القرار سينعكس ذلك على الجانب الاقتصادي والأمني والاجتماعي، بمعنى توضيح ثالث أكثر دقة وأكثر صراحة. مصر والأردن تشكل العمق الأمني للعراق، ومصر والأردن لهما علاقات
مع دول كبرى ودول أخرى كبرى أيضا، وهذا بحد ذاته سينعكس على حماية العراق من التدخلات الأجنبية. فإذا ما تم حماية العراق من التدخلات الأجنبية الإقليمية من البلدان ذات البعد التاريخي مع العراق، فإن الأمن سيعود والاقتصاد سيعود والوضع سيزدهر وسيعود العراق. طيب أبيبي. جميل، سأعود لك دكتور أستاذ عبد الأمير، أعود لك. أنا أعتذر بس تدري دكتور عبد الكريم ويانا من صار ساعة فحق علينا. حق علينا كنا. هذا المشروع القمة الثلاثية ما راح تستفز إيران؟ تدري إحنا إيران شلون داخل طول وعرض بالعراق والميليشيات الولائية، وهذا الأمر مو هين بصراحة بالنسبة إلى إيران أن يكون العراق، والعراق يطمح لأن يكون دولة محورية. فضل. أنا أشكرك جدا، هذا الموضوع جدا مهم ويستحيل إيران تقف مكتوفة الأيدي. طيب شو راح تسوي اليوم أنت اللي تتحدث، يعني اللي تتحدث قبل شوية سألت الأخ عبد الكريم وسألتني إنه العراقيين يقولون إيش راح نستفاد من هاي الدول. أنا أقول لك هو مو العراقيين اللي يقولون، الجيوش الإلكترونية. أستاذ عبد الأمير تفضل. مقداد أنا مو أكون صريح وياك، مو جيوش إلكترونية. أنا صفحتي ممكن أنت تدري متابعة كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، فعندما مثلا أقول الكاظمي سيتوجه إلى المملكة الأردنية الهاشمية لقمة ثلاثية، فأكو تعليقات تقول إيش راح نستفيد؟ مصر دولة فقيرة والأردن دولة فقيرة. هذه أسئلة الشارع، فأنا أستفيد من جوابك لأطرحها أيضا في صفحتي ردا على هذه التساؤلات. نعم. تفضل. أنا أخ أبو فيصل أقول لك إنه إيران استفادت من العراق، والحلم الكبير لإيران اللي تريد تحققه ولو شبر من العراق ما قدرت توصله قبل 2003، اليوم العراق من البصرة إلى الأنبار إلى كل مناطق العراق تحت سيطرته. موضوع أن تخلي العراق يرجع إلى حاضنته العربية بهاي السهولة اللي نتحدث بها، بتحالف يكون بين مصر والأردن وتضاف لدول أخرى، ما راح تبقى مكتوفة الأيدي. ولكن هناك توجه دولي، توجه دولي، والكاظمي قبلها كان في اجتماع في أمريكا والتقى بالرئيس الأمريكي رغم الظروف الصحية اللي الآن لا تسمح للرئيس، أو قد يكون الرئيس الأمريكي لم يلتقي برئيس بهذه الظروف، التقى بالكاظمي لأسباب عديدة، واحدة منها هو السؤال اللي أنت تطرحه، هو كيف نجعل إيران تنسلخ من العراق. اليوم هدف المجتمع الدولي كله أن يجعل العراق تبقى ديم علاقة الجارة فقط، أن لا تتدخل. أنت لاحظت قبل أن يسافر لأمريكا بعثوا قائد الحرس الثوري الإيراني أن يجتمع معه، وهو رأسا جاوبه بيوم بيوم. أي يعني هو جاوبه قال له أنا مو ساعي بريد، يعني إذا أنتوا عندكم رسالة للأمريكان، الرئيس الأمريكي قال خطي مفتوح يقدرون يتصلون عليه. إذن هو الرجل راح، وهناك اتفاقات حصلت نسمع بها، بس هل هو وقع ما وقع؟ الجانب الأساسي اللي عندهم هي اللي أنت الآن تتفضل به، إذا لن تنتهي الميليشيات الولائية ولن ينتهي النفوذ الإيراني في العراق، لن يعود العراق إلى حاضنته العربي. لا يستطيع العراق. أنت تقول لي هل يستطيع أن يعود؟ أنا أقول لك الآن معوقات كثيرة، المعوق الأساسي له ليس تركيا ولا السعودية ولا أي بلد آخر، المعوق الأساسي هو إيران. والدليل أنه إيران حتى ما سمحت بفتح المنفذ مع طريبيل، رغم إحنا تحدثنا أنه من الإثمانين، ومثل ما قال الدكتور إحنا مو يجون العراقيين اليوم يتحدثوا لي بآنيات، إحنا من الإثمانين الأردن واقف موقف رغم الحصار، وقف موقف مشرف مع العراق ووقف معاه في موضوع الحصار. ما اليوم نجي نناقش والله إحنا إذا انطينا وإذا سوينا علاقة، لا، الجانب الأمني مهم. الـ 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 الأردن ممكن أن يحقق لك أمن في بلدك، إذا تحقق أمن يعني تحقق اقتصاد، يعني تحققت عودة جوانب كثيرة. اليوم الطاقة الكهربائية أبو فيصل، وأنت ابن
ابن البلد وانت اكثر واحد تتابع، صرف عليها 68 مليار وما عندنا كهرباء بالعراق، ايران تبيعنا كهرباء حتى مرات بس يقولون دخلت كهرباء. احنا من يكون هناك خط عربي مع السعوديه مع الاردن مع مصر لتزويد العراق بالطاقه الكهربائيه، لان كهرباء مهمه لاي اقتصاد. الاستثمار اللي الان ركزت عليه هذا التحالف، كيف يجي العربي او اي اجنبي؟ اليوم المالكي الكاظمي عفوا عقد مع شركات كبيره امريكيه، بس تسالني راح تجي الشركات الامريكيه للعراق اذا ما يتحقق وضع امني؟ ما راح تقدر، لا شركه تقدر ترجع ولا يقدر العراق يعود الى حاضنته. هل عقليه السياسيين الان الموجوده بالعراق تسمح بهذا الجانب؟ أنا أعرف الآن أكو تحركات من كتل شيعية ومن كتل سنية لسحب الثقة من الكاظمي، لأنه الأشياء اللي سواها بزيارته بأمريكا وبهذا الاجتماع اللي حصل لا يروق للكتل الولائية، لأنه يعرفون سيسحب البساط من إيران. طيب إذا سحب البساط من إيران معناه أنه هذه الكتل اللي الآن بالسلطة تنتهي، فهي لا تسمح بهذا المشروع. الآن هم عندهم فكرة استجوابه والمرة إلى على زيارته وعلى هذا القمة الثلاثية، وقد يوصلون إلى اتفاق من خلال الاستجواب على سحب الثقة، بس معناه أنه إذا سحبوا الثقة من الكاظمي معناه العراق رايح إلى كارثة أمنية. يعني صعوبة الآن، يعني حتى في اجتماع البارحة في منزل السيد العامري كان طروحات عدة، والأسبوعين القادمين وربما هما مفصليين. تفضل. سأعود لك سعد أمير. دكتور أعود لك دكتور عبد الكريم الوزان من مصر قال القرار ليس بعيدا عن الصراع الإيراني الأمريكي، وقرار سياسي جدا وقرار استراتيجي جدا. هذه النقاط أحسها ثارت انتباهك. لا أنا قلت لك ببداية تحليلي أنه هذا جزء من استراتيجية أمريكية، لأنه وصلوا لقناعة كان التوازن التقليدي اللي كان يشكله عراق، خلينا نسميه عراق صدام حسين، كان موجود وحافظ توازن الدول وعدم التدخل منها. الآن من انهار العراق سمح للقوى الإقليمية جميعها بالتدخل في الدول العربية، وهذه الدول أصبحت هشة لأنه كان العراق قوي لدرجة يمنع أي تدخل في دولة عربية، ولهذا لم يحدث تدخلات بالشكل الفظ اللي شفناه. هناك ما في دول. طيب أكو نقطة دكتور. نعم. ما يعني يلفت انتباهك دائما الحديث عن العمق العربي والحضن العربي وعودة العراق إلى الحضن العربي. تدرك الولايات المتحدة أنه العراق كدولة مستقلة لا يمكن أن يقوم لها قائمة بدون العمق العربي، ولهذا ربما مشروع القمة الثلاثية وإذا التحقت في السعودية وربما دول عربية أخرى وارد أنه يكون يشكل على الأقل لدولة كالعراق ودول عربية أن تقف على قدميها لمواجهة التدخلات الإقليمية. لأنه مرة ثانية الاستراتيجية الأمريكية ربما الآن يعني هم اكتشفوا خطأ. امبارح كنت أسمع لبلير يقول من أكبر الأخطاء الكارثية اللي ارتكبتها وأسوأ قرار هو غزو العراق عام 2003 وما نتج عنه من دمار كامل. وأنا أسمع هذا التحدث أكتشف نبرة الأسف الواضحة في خطابه بأنه كل اللي كنا نرسمه كان كله فشل، وأن الأمور عكس تماما ما كنا نتوقع، وحتى لأكثر المتشائمين لم يكن يتوقع الأمور بهذا السوء. الآن التكلفة البشرية، التكلفة اللي أدت إلى إفراز هذه الدول وانهياراتها، حتى الربيع العربي ربما بشكل أو بآخر مرتبط بحدث بال2003. إذن الآن بالنسبة للعراق ولكل الدول العربية إذا أردنا أن نوقف التدخلات الإقليمية أيا كان هذه وحتى الدولية، فإنه لا بد من وحدة أو شكل من أشكال الاتحاد العربي الذي يستطيع أن يكون بمثابة حاجز صد لهذه التدخلات. نعم نعم. طيب هناك عوائق كثيرة ربما تقف أمام دخول الأردن إلى الأسواق العراقية. صحيح. ربما هي إيران. نعم السوق صحيح. الإيراني خلينا نقول وليس إيران، والسوق التركي أيضا. نعم. ممكن اليوم هدف الأردن من هذه القمة كما ذكرت هو اقتصادي بالدرجة الأولى وليس سياسي إطلاقا. شوف أنا حالة العراق غريبة عجيبة. ليش؟ الآن كالتالي في حكومة عراقية وفي أجهزة أمنية وفي ميليشيات، يعني مو بالدول المتعارف عليها. طيب. يعني الدول المتعارف عليها في جهاز أمن، في جيش، مؤسسة عسكرية، في أمن. في العراق الأمر مختلف كما لبنان، في دولة داخل دولة بتكون دولة
عميقه. ليست دوله عميقه، نتحدث عن ميليشيات خارج اطار الدوله. دوله عميقه دكتور. وبالتالي هذا الامر يجعل من العراق الحديث عن انه في حكومه زي الكاظمي، قديش مدى هيمنة الكاظمي على صنع القرار في العراق وإمساكه بزمام الأمور في العراق، هذا سؤال يجب أن يطرح، لأنه بالنهاية ما تقرره الميليشيات ربما هو الذي يكون وليس ما يقرره الكاظمي، لسبب لأنه في ميليشيات ربما، يعني هذه تقارير أنا قارئها تقارير دولية، أنه بعض الميليشيات تمتلك أسلحة أفضل نوعية من أسلحة الجيش العراقي نفسه. طيب. وبالتالي الحديث عن انه دوله نحن بالسياسه بنقولها فراجيل ستيت، يعني هذه الدوله كمؤسسات رسميه وجيش وامن ومخابرات وبحث جنائي وامن وقائي لا تستطيع ان تواجه هاي الميليشيات او تفرض عليها سلطه القانون. هنا على عكس الدول المتعارفه انه اي شيء مكانها استقلالها او سيادتها مفروضه على كل اراضيها، انا اعتقد جزء ربما بعض القوات الاجهزه الامنيه لا تستطيع ان تفرض سيطرتها على مناطق محدده بالعراق بسبب سطوه الميليشيات وقوتها، ويعزز هذه السطوه اتصالها بقوة اقليميه ومنها ايران في امدادها وابقائها على اهبه الاستعداد للانقضاض على اي شيء يخالف رغبات الدولة زي إيران. جميل جميل. دكتور عبد الكريم أعود لك. طبعا الدبلوماسية المصرية بعد 2014، يعني بعد تولي السيد عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، نجحت في كثير من الأشواط من ترسيخ ثقل مصر في المنطقة. ماذا تريد مصر الآن من العراق تحديدا؟ هل العودة فقط إلى الحضن العربي أم ربما هناك اتفاقيات جديدة؟ وهل سيكون هذا المحور التي قلت عنه أنت محور سياسي جدا واستراتيجي جدا، هل سيكون محور اقتصادي ناجح وقمة ثلاثية اقتصرت لساعة أو ساعتين، ماذا سنجني منها؟ تفضل. أنا أكتب مقال من عام 79 في صحف الجمهورية والعراق. نعم. ولحد الآن مقالي خير الكلام ما قل ودل. طيب. فأنا سأقول لك باختصار شديد. أولا أعود لموضوع السياسي والاقتصادي، القرار سياسي 100%، ليس حبا بالعراقيين وإنما استكمالا لخطط استراتيجية دولية بالضد من إيران. جنابك تقول هل يستفز إيران؟ أنا أقول لك هذا القرار ضد إيران. طيب. وليس يستفز إيران. يعني راح تنفتح حرب، عندنا ساحة حرب جديدة؟ الحروب التقليدية زالت، الحروب الحالية هي حروب الاقتصاد، حروب التحالف، حروب الإعلام، الحروب الناعمة هي الآن التي يتم استخدامها في الوقت الحاضر. الوضع بالنسبة إلى مصر لكي تحافظ على ابتلاء، على عدم ابتلاء العراق من قبل الإمبراطورية التركية الفارسية العثمانية ومن قبل الإمبراطورية الفارسية العثمانية والفارسية وعودة الاستعمار القديم بثوب جديد هو استعمار جديد، لا بد من إعادة إلحاق العراق بالحاضنة العربية، والحاضنة العربية تتمثل بمصر بالدرجة الأولى. وأنا قلت مصر مهما بعدت ولكن لها ثقلها الاستراتيجي والسياسي والدولي والاقتصادي. اليوم الدول تتعامل من خلال المصالح لا المبادئ، ولذلك أقول لك متى حنت الدول الكبرى على الشعب العراقي وقد مضى على احتلال العراق وهي ساهمت باحتلال العراق وتمزيقه وتسليمه إلى إيران؟ متى شعرت بالعطف تجاهها بعد 17 عاما؟
الموضوع موضوع استعماري جديد وموضوع سياسي جديد، لكن سنجني ثمرة اقتصادية، ثمرات اقتصادية كبيرة. أما مصر بعيدة، هذه كمحاضراتنا الآن في التعليم عن بعد عبر برامج زوم، برامج ميتينج. الآن البعد الجانب الجغرافي ذهب وولى، الآن البلدان يتم مصيرها عبر الأثير وعبر التحقق. جميل. وعبر الاستراتيجيات الكبيرة. نعم. شكرا دكتور عبد الكريم من الوزان، كنت ضيفي من مصر. أنا تطلبني لقاء آخر إن شاء الله، نرتب الموعد لاحقا. شكرا لك دكتور. حياك الله. ممتن. دكتور، شنو وجه التشابه باقتصاديات محور عراق مصر الأردن؟ يعني الأردن بحاجة للنفط. الأردن بحاجة للنفط، وأيضا مصر بحاجة للنفط. العراق بحاجة لخبرات في مجال التعليم، العراق في حاجة في الإدارة، العراق بحاجة ربما لبعض السلع للتصدير من هذه الدول، ربما بحاجة لنقل التكنولوجيا كما قال الكاظمي نفسه، وبالتالي يعني في مجال للتكامل الاقتصادي على الأقل في هذا المحور. جميل. أستاذ عبد الأمير، هل سيكتب لهذه القمة الثلاثية النجاح لتكون الخطوة الأولى في إعادة العمل بميثاق العمل العربي المشترك؟ تفضل. نعم يكتب. بدقيقة. نعم يكتب لها النجاح، ولكن بخطوات. الخطوة الأولى هي أن تنتهي الدولة العميقة في العراق، واللي تحدث. شين هي؟ الدولة العميقة واضحة. شين هي أبو زلمة؟ الدولة العميقة أخذوا 17 سنة. لا. يرادلها 17 سنة ثانية بعد. أبو فيصل. طبعا. معروفة الميليشيات اللي هي أقوى من سلطة الدولة اليوم، والأحزاب المتحكمة اللي هي أكثر سلطة من سلطة الدولة. صح مثل ما قال الأخ الدكتور، العراق في نظام الوطني السابق كان صمام أمان للأمة العربية لأي تدخل. اليوم العراق ساحة لكل الصراعات. طيب. إلى هذا اليوم. أيه. الكاظم الرجل يريد يشتغل، ولكن الأخوان ما راح يخلوه يشتغل نهائيا، لأنه أي تماس بمصالح إيران سينقلب. مو بس الميليشيات، اليوم العشائر أقوى من الدولة. طيب. انت شوف الصراع الان. صحيح. بالجنوب. صحيح. يعني اقوى من الدوله، والدوله ما تقدر تتدخل. نعم. اذا ما تنتهي المظاهر المسلحه بالعراق لن يعود العراق عراق، ولن يستطيع العوده الى حاضنته العربيه. نعم. واذا ما تنتهي تدخل ايران، اللي هذا على الامريكان وليس على العراقيين. امريكا جاءت واحتلت البلاد بدون مبرر، وانطته لقمه صائغه وعلى طبق من ذهب الى ايران، عليها ان تسحب ايران من العراق، وان يعود العراق صاحب التاريخ الحضاري اللي يمتد الى 7000 سنة، وعلماء اللي الان يرفدون العالم بكل شيء. احنا نحتاج مصر بخبراتها، ونحتاج الاردن بقابلياتها في تدريب الاجهزة الامنية، وفعلا هي ما قصرت في هذا الجانب، ونحتاجها في انه العقبة هي الشريان الرئيسي. جميل. للعراق. شكرا الاستاذ عبد الامير طارق الباحث في الشان السياسي. شكرا جزيلا لك دكتور خالد الشنكات الباحث والأكاديمي. شكرا جزيلا لك. وأيضا من مصر الدكتور عبد الكريم الوزان الأكاديمي وصحفي العراقي. شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم أحبتي على حسن المتابعة. نشوفكم إن شاء الله يوم الأحد. ها هو مقتدى حمدان، نترككم بحفظ الله ورعايته. في أمان الله.